بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني من الرد على شبهة أو شبهات حول حديث الدرع المرهونة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نكون بك ربي من المغرورين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أولا نذكر جانبا من رد الإمام ابن قتيبة على الخوارج وغيرهم في شبههم حول حديث الدرع المرهونة، لأن احنا ذكرنا أن الخوارج أثاروا الشبهة دي وحاولوا رد حديث الدرع المرهونة لفهم في أدمغتهم، ورد عليهم الإمام ابن قتيبة في المئة الثالثة للإسلام، يعني من 1140 سنة رد عليهم وخلص وطويت الكتب وانتهى الموضوع. جاء في معرض الرد بتاع الإمام ابن قتيبة بيقول إيه في رده عليهم، يقول إنه ليس في هذا ما يستعظم، يعني في حديث الدرع ده ما فيش شيء كبير للدرجة اللي تخليكم أنتوا ترفضوه أو تردوه أو عقولكم لا تستوعبه. ليس في هذا ما يستعظم. ليه يا ابن قتيبة؟ لأن النبي كان يؤثر على نفسه بأمواله ويفرقها على المستحقين من أصحابه، مهما يأتي من مال صلى الله عليه وسلم كان ينفقها هنا وها هنا يمنة ويسرة، لا يبقي عنده مال صلى الله عليه وآله وسلم، وينفق على الفقراء والمساكين وفي النوائب التي تنوب المسلمين، وكان لا يرد سائلا ولا يعطي إذا وجد إلا كثيرا، يعني إذا وجد لا يعطي إلا كثيرا، يعطي كثير صلى الله عليه وسلم، عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لا يعطي إذا وجد إلا كثيرا، وكان لا يضع درهما فوق درهم، ما يحوش، ما بيجمعش رؤوس أموال ويخزن أموال صلى الله عليه وسلم، لا، كان لا يضع درهما فوق درهم صلى الله عليه وسلم. وقد قالت له السيدة أم سلمة: يا رسول الله، أراك ساهم الوجه، أمن علة يا رسول الله؟ أنت تعبان ولا شيء يا رسول الله؟ فقال: لا، ولكنها السبعة دنانير التي أتينا بها أمس نسيتها في الفراش فبت ولم أقسمها. تخيل، سبع دنانير موجودة عنده في البيت تخليه ساهم الوجه، حزين، كأنه مريض، كأن به علة، لدرجة أن السيدة أم سلمة تسأله: يا رسول الله، أراك ساهم الوجه، أمن علة بك يا رسول الله؟ يقول: لا، بس يا السبع الدنانير اللي كانت في الفراش نسيت أقسمها، بت ولم أقسمها. تعبين الدنانير دي، تعباه، يعني كان ينفق صلى الله عليه وسلم، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يبقى يأتيه مال كثير صلى الله عليه وسلم، مهما كان عنده من الغنى والمال كان ينفقه يمنة ويسرة، لدرجة أنه يكره أن تبيت الأموال عنده في بيته صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه كان لا يضع درهما على درهم، بل كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت السيدة عائشة تقول في بكائها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بأبي، من لم ينم على الوثير ولم يشبع من خبز الشعير صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول الإمام ابن قتيبة: وقد يأتي على البخيل الموسر، البخيل اللي عنده ممتلكات، بخيل وموسر، يعني البخيل الموسر ده أكيد مخزن عنده، ده بخيل، فالبخيل بيجمع لا ينفق.
وقد يأتي على البخيل الموسر تارات، يعني أوقات لا يحضره فيها مال، رغم أن عنده الضيعة والأثاث والديوان، فيحتاج إلى أن يقترض وإلى أن يرهن. يعني فيه واحد بيكون بخيل ومن أصحاب الأموال، وممكن مع بخله ووجود المال عنده كممتلكات وأشياء يمر عليه وقت فيحتاج إلى أن يقترض وإلى أن يرهن، وده إيه؟ بخيل موسر. فما بالك وكيف بمن لا يبقي لنفسه في بيته درهم؟ الرسول اللي ما بيخليش درهم على درهم ولا يضع درهم على درهم في بيته صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن لا يبقي لنفسه في بيته درهم ولا يفضل عن مواساته لغيره زاد، بيعطي الكل، كل اللي عنده يعطيه لغيره. ومن كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إذا كان البخيل الغني ممكن تمر عليه أزمان يحتاج إلى أن يقترض وإلى أن يرهن، فما بالك بالرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان جوادا كالريح المرسلة صلى الله عليه وآله وسلم. يعني بيحكوا حديث رواه الجماعة إن النبي كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون، كان جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. ده حال النبي، فليس مستغربا ولا مستعظما كما يقول ابن قتيبة أن يرهن درعه صلى الله عليه وسلم، ده شيء عادي، معاملة من المعاملات لا شيء فيها. هذا عن كلام الإمام ابن قتيبة. ولنبدأ الآن في رد المطاعن والشبهات حول حديث الدرع المرهونة، ونمسك الشبهات كده شبهة شبهة، ثم نقوم بتفنيدها والرد عليها إن شاء الله تعالى. نمسك الشبهة الأولى. أول شبهة حول هذا الحديث بيقول لك هو النبي مش طلع اليهود وأجلاهم عن المدينة وعن جزيرة العرب، فمن أين جاء هذا اليهودي اللي النبي رهن عنده الدرع؟ شوف الشبهة بتقول إيه؟ أجل النبي اليهود عن المدينة، وأول من أجلى منهم بنو قينقاع، ثم بنو النضير، ثم بنو قريظة، فكيف رهن النبي درعه عند يهودي؟ ومن أين جاء هذا اليهودي بعد أن أخرج النبي اليهود من جزيرة العرب بأسرها؟ منين جاء اليهودي ده؟ يبقى الكلام ده غلط، هم بالشبهة بتقول كده. يعني انت بتقول ان النبي رهن درعه عند يهودي، والنبي طرد اليهود من المدينة اجلاهم جماعة تلو الاخرى من جزيرة العرب، يبقى من اين جاء هذا اليهودي؟ طب الرد على ده يكون ازاي؟ نقول له نعم، بعض اهل الكتاب وغيرهم كانوا يوجدون في المدينة لأجل العمل والمصلحة، أحد الأفراد، لكن لا يوجدون وجود تملك زي ما كانوا قبل ذلك. يعني ما فيش ناس بتتملك مستوطنة وجماعات كبيرة من اليهود، لا، لكن كان في أحد الأفراد ممكن يأتوا للمصلحة وللعمل والتجارة، أقرهم النبي على ذلك، وكانوا بيأتوا في جوار بعض القبائل الكبيرة من المسلمين في المدينة من الأوس والخزرج أو ما شابه ذلك، زي ما هذا الرجل هنشوف أنه كان حليف بني ظفر، بني إيه؟ ظفر من الأوسيين. يعني كان في أحد الأفراد في المدينة، أيوة، يأتوا للعمل والتجارة والمصلحة. يبقى إذن أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض اليهود وآحاد الأفراد منهم على البقاء في المدينة لأجل العمل والمصلحة والتجارة صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عرفنا أنه كان هناك أحد الأفراد باقين في المدينة لأجل العمل والتجارة، وكان من هؤلاء الباقين في المدينة اليهودي الذي رهن النبي درعه عنده، وكنيت هذا اليهودي أبو الشحم، كنيته إيه؟ أبو الشحم، وهو حليف بني ظفر من الأوسيين، وقد كان الأنصار قبائل وعائلات، فمنهم بني عبد الأشهل، ومنهم بني عجلان، ومنهم بني النجار، ومنهم بني عمرو،
ومنهم بني عدي ومنهم بني مازن ومنهم بني ظفر. وبني ظفر دول هم اللي أبو الشحم اليهودي كان حليفا لهم. يبقى أبو الشحم اليهودي الذي رهن النبي درعه عنده كان حليفا لبني ظفر من الأنصار من الأوسيين في المدينة. كان الرجل ده لصق بيهم يعني بيحتم بيهم يعني بيروح ويأتي بتجارته كفرد على حسهم في حمايتهم، ودول من الأنصار بني ظفر. يبقى إذن عرفنا مين هو الرجل اللي رهن النبي عنده درعه، اسمه أبو الشحم وحليف لبني ظفر يعني في حماية بني إيه؟ بني ظفر في تجارته وهذه الأشياء هم ضامنينه، لو حصل منه أي خطأ هم ضامنينه. يبقى إذن كان في أحد الأفراد من اليهود أهم بيأتوا لأجل التجارة والعمل والمصلحة. طيب ده دليل على وجود أحد اليهود أقرهم النبي كأفراد وليس على سبيل التملك في المدينة وغيرها. هذا بالإضافة إلى ما جاء عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيه؟ قال إيه النبي؟ أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. حديث رواه أحمد بإسنادين، رواه الإمام أحمد بإسنادين. يبقى إذن لما النبي يقول أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، يبقى كان فيه يهود كأحد الأفراد في جزيرة العرب وفي الحجاز وفي نجران وفي المدينة وغيرها، كان لسه بقايا أحد الأفراد من اليهود لأجل العمل والتجارة والمصلحة. إذن فقد كان هناك أحد الأفراد من اليهود. يبقى كده عرفنا أن عادي كان في أحد الأفراد من اليهود في المدينة وغيرها، ما زالوا يسكنون في المدينة وغيرها أيضا. يبقى ده شيء ليس بمستغرب ولا مستعظم أن يوجد يهودي يرهن النبي عنده درعه، وهو أبو الشحم اليهودي حليف بني ظفر من الأوسيين من الأنصار. إذن هذا عن ردنا على الشبهة الأولى، وهي أن النبي أجل اليهود، فمن أين جاء هذا اليهودي اللي النبي رهن درعه عنده؟ وردنا على هذه بهذه الأدلة. نسأل الله عز وجل أن يجري الحكمة على ألسنتنا، وأن يجعل في كلامنا القبول والتوفيق، وأن يأجرنا على ذلك، وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.